هو في ايه؟ ما نعرفش يا باشا، فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في تلات شباب مقدمين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا 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 ولا أعرفهم، أنا بس بسأل يعني. جه البوليس خدهم واداهم الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجية. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الأولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابة الصبح. دول شباب متحمس، دول أطفال. أطفال دول. اللي بيحصل ده إن دل على شيء، إنما يدل على مناخ الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الأمة في أزهى عصورها، وعلى احتواء الشرطة للجيل الجديد بصورة حانية وديعة، زي الأم بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها. اسمع يا دي، انت هو انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيك وادور المكم لقسام البوليس. احنا خدامينك يا باشا، ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا مسكها بحكم اللغات اللي عندي، وتامر يقطع المهندس زاهر، والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي قرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب ليه يا اخوانا؟ الحكايه مش فزور. الباشا قال لي عاوزنا في ايه، بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له. انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركه كمبيوتر على اعلى مستوى، علشان كده جابني، صح يا باشا؟ بس يا ضايع انت وهو. الباشا هيفتح شركه استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، انت الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر ايه ونستورد ايه يا باشا؟ احنا هنستورد بس، مش هنصدر حاجه. يبقى اكيد يا باشا ناوي تستورد اجهزه رياضيه، دي شغاله دلوقتي زي النار. لا احنا مش هنستورد بضاعه. امال هنستورد ايه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فهو اللي وقع ده. زاهر قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني. ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده؟ ده شكله كده جاي غلط مع المكتب. بقولي والنبي يا باشا، اعفيني انا والمهمه دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكوا، انا اصل انا بتجيني حاله عصبيه وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العمليه، محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكوره بتاع المنتخب، كل واحد له مهمه لازم يعملها. انا جاهز يا باشا. وانت مريم خدامك ابو تريك. وانت زاهر. ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا ناجي بيه ما تزهق مني، انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خيري شري، اقوم يوم ما اشطح انطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا، طول بعرضه وعضلات، انما مخه بعافيه شويه يا دوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا، العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا مفيش خطوره خالص، احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك، نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه، نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطه ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطه لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده،
على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته، ده بركتها تروح. انت قد ما حسستني زي ما اكون عامل جمعيه وعايز تقبض الاول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا مرتاح! تاني عبد الجليل يا حرم سجايه! الهرم الرباني هزخرفه يا حرم خرباه! مالك يا يا اتكل على الله! يا حرام يا لهوي يا لهوي! الراجل هيذبح الواد! اجري يا واد يا مجدي! اسمع كلام امك يا! بعد ما نقرش اسمي على قفا امك! يلا يا! هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ايه ده؟ الباشا الكبير واصل يا ليا! الباشا الكبير واصل! افرح يا حارة وزغرتي يا مطوى! اهدنا يا يا اهلا يا باشا! افرح يا مطوى وزغرتي يا منطقة! ايه ده؟ الباشا ناجي هطلع عندنا! يا اهلا يا اهلا! يا دي عشة! حاجة صافية ساعة للباشا يا ولا! ازيك يا عبد الجليل؟ الحمد لله يا باشا! مسطورة ولا ينقصني الا وياك! واديك شوفتني! يبقى انا مش عايز حاجة تاني من الدنيا يا باشا! شكلك كده لسه عايز حاجات كتير. أنا عايز أقعد معاك أتكلم في كلمتين يا عبد الجليل. تحت أمرك يا كبير، بس بقول لك إيه؟ بدل ما نقعد نتكلم في الحتة المخربقة دي، تعالى أقعد عندي في البيت لحد يسمعنا ولا يقاطعنا. مين دول يا كبير؟ حكومة؟ لا، دول مطافي. يا أهلا يا أهلا بضيوف الباشا! اتفضل يا كبير! يا دي النور يا دي النور! اتفضل يا باشا! خد يا دي يا كبير بشكلاتها يا! هو يا حارة! يا أهلا يا باشا! لا سحري ولا خرطة! الباشا جه المنطقة! لا سحري ولا خرباء! الباشا جه المنطقة! يا أهلا يا كبير اتفضل! هو ده بيكو عبد الجليل؟ يا باشا!